Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضور الكريم سعادة جمال بن حويرب، تفضل. يسرنا دعوة سعادة جمال بن حويرب تكريم الرعاة، فليتفضل مشكورا. أدنك هيلز داود الشهادة، أهم شيء شهادة، بس الشهادة أول شيء. شهادة الدرع ما يطلع أبو عبد الرحمن، شهادة شهادة عشان تطلع التصوير. الدرع أقعد الفطيم للسيارات. بالعربية سينن. أرامكس. شبكة الإذاعة العربية. أبو ظبي للإعلام. اتصالات. داود شوي هاي موجودين. انتر برون. كل الشكر لجميع الرعاة. سيتم أخذ صورة جماعية خارج المتحف. اليوم أنتم كلكم شاركتم في متحف نوبل. متحف نوبل يأسس ليس فقط لدولة الإمارات أو دبي، لكن للعرب، للدول العربية، منهجا جديدا وعصرا جديدا من البحث عن العلم، البحث عن الوصول إلى أعلى درجات الجوائز العلمية. طبعا اتصالات لعبت دور معنا في الترويج للمتحف عن طريق قنواته، ومتحف نوبل كوسم صار له يعني إقبال كبير. فإذا جعلنا العرب يبحثون عن هذه الجائزة المرموقة، فإنهم سيبحثون عن العلم، سيبحثون عن التميز، وسنرى إن شاء الله قريبا فائزين بهذه الجائزة من جميع الدول العربية ومن دولة الإمارات. كذلك مجلس علماء الإمارات وضعوا في استراتيجيتهم نوبل 2050، يريدون يطلعون فائز بجائزة نوبل خلال 30 سنة القادمة.
هذا كله بدأ من هذا المتحف وتأثيره في خلال 3 سنوات تأثير كبير. وإن شاء الله هذا المتحف سيبدأ في التنقل في الوطن العربي بأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ومن السنة القادمة سيكون هذا المتحف أكبر متحف لنوبل في العالم، لأن في الطب والفيزياء والكيمياء السنة القادمة سنكون أكبر متحف علمي لنوبل خارج ستوكهولم. فنحن نفخر بالشراكة مع مؤسسة نوبل، ونفخر بالشراكة معاكم.